السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت جريمة بورسعيد اللي قلب كل السوشيال ميديا، الجريمة اللي كانت السبب فيها فتاة عندها 20 سنة، فتاة قتلت أمها بمساعدة عشيقها في مدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد. ايه القصة وايه التفاصيل وايه اللي خلى البنت تعمل كده في امها، وكمان كان رد فعل الاب ايه بعد ما شاف بنته بتضيع قصاد عينيه، وشاف كمان مراته ضاعت وفارقت الحياة بسبب اللي عملته بنته في امها. هنجيب لحضراتكم كل التفاصيل، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. الواقعة كالعادة ابتدت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، وأكثر تحديدا حي الفيروز اللي مقيمة فيه سيدة عندها 42 سنة اسمها داليا سمير الحوشي، عندها بنت وتقريبا طفلين أو 3 أطفال لسه صغيرين. البنت دي اسمها نورهان خليل، عندها 20 سنة وبتدرس في المرحلة الجامعية. طبعا كانت اتخطبت من شهر يوليو اللي فات، بقالها 5 شهور مخطوبة اللي هي نورهان، وامها كانت بتحبها جدا ودي اول فرحتها، فكانت عاملة جمعيات من شهر يعني او من شهور فاتت لغاية شهر 8 القادم. الجمعيات دي عاملاها تقريبا بكل مرتبها داخلة جمعية مع زمايلها وجمعية مع جيرانها علشان تجهز بنتها نورهان وتجيب لها كل حاجة من تلاجات وبوتاجازات وتلفزيون واللبس الخاص بيها والمحتاجات والحاجات اللي هتحتاجها علشان الفرح بتاعها يتم على أكمل وجه. طبعا نورهان كمان كان عيد ميلادها منذ أسابيع، ووالدتها من شدة حبها فيها عملت لها عيد ميلاد وعزمت كل أصحابها وكل الجيران، وجابت لها تورتة جميلة وحطت لها فيه 20 شمعة، وكتبت لها على السوشيال ميديا: حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني، أنا مهما قلت عنك يا حبيبتي مش هيكفيكي الكلام، يا أغلى عليا من نفسي، يا أجمل نور في حياتي، كل سنة وانت طيبة، يا أول نور في عيني، ربنا يسعدك ويحفظك يا رب ليا. ده كان آخر بوست أو منشور كتبته الراحلة أو السيدة اللي اتغدر بيها داليا سمير الحوشي لبنتها نورهان اللي كانت سبب في موتها. طيب إيه اللي حصل وإيه اللي يخلي بنت لسه في مقتبل حياتها يعني ما تعرفش أي حاجة عن القتل وما تعرفش أي حاجة عن إنها تعمل حاجات صعبة كده، وتحديدا في أمها يعني ولا عقل ولا دين ولا إنسانية ولا أي حاجة خالص تصدق الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، بنت عندها 20 سنة تعمل كده في مامتها. اللي حصل إن السيدة داليا سمير الحوشي بتشتغل مشرفة عمال في مستشفى الحياة العام في مدينة بور فؤاد، وكالعادة بتروح كل يوم شغلها من الصبح لحد بعد الظهر، وبتيجي ترجع البيت في الوقت ده بتكون بنتها في الجامعة، تبدأ تجهز الأكل لحد ما رب الأسرة لحد ما بنتها وولادها ييجوا من المدرسة وياكلوا مع بعض الأكلة الجميلة، يقعدوا يتفرجوا مع بعض على فيلم، اللي هيذاكر اللي وراه مصلحة يعملها. ولكن في اليوم ده وتحديدا من حوالي 4 5 أيام السيدة داليا راحت شغلها حست بشوية مغص في بطنها، فقررت ان هي تعمل اذن وتروح ترتاح في بيتها. وكالعادة كانت رايحة ومفكرة ان بنتها في الوقت ده في الجامعة، فهتروح تنام ترتاح شوية لحد ما يجي ميعاد الغدا وتقوم تعمل الاكل. ولكن الصدمة والمفاجأة انها اول ما فتحت باب الشقة لقت بنتها في وشها في حضن عاشقها او في حضن ابن الجيران اللي اصغر منها بسنتين. نورهان عندها 20 سنة وهو عنده 18 سنة، كانوا حاضنين بعض وفي وضع مخل. طبعا السيدة وقفت في حالة ذهول تام، مش عارفة تعمل ايه ولا عارفة تتكلم تقول ايه من صدمة المنظر اللي هي شايفاه. وقبل حتى ما تتكلم او تصرخ او تلم الناس او حتى يعني تاخد اي رد فعل، كان الشاب ده اللي هو ابن الجيران وبنتها نورهان جريوا عليها كتفوها ونزلوا فيها ضرب 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 ضرب، والسيدة بتستغيث بيهم وبتقول للشاب ارحمني وسيبني انا خلاص قربت اتخنق واموت. طبعا الشاب ما كانش بيسمع للكلام ده، جري على المطبخ جاب السكينة ولسه هيطعنها. طبعا السيدة تتوسلت اليه وقالت له يعني
قبل ما تقتلني سيبني أنطق الشهادة وسيبني أصلي ركعتين لله. فطبعا نورهان بنتها قالت له سيبها تنطق الشهادة وبعد كده خلصنا منها. السيدة ما صدقت إن هو ادالها وقت تنطق الشهادة، قامت على طول قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وللمرة الثالثة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ولسه هينزل ويخبطها بالسكينة قالت له أرجوك سيبني أصلي ركعتين لله، قال لها كفاية عليك كده انت هتعملي لي فيها شيخة، ودب دب 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 خلص عليها والست فرقت الحياة. الغريب بقى والعجيب ان بعد المنظر اللي حصل قصاد بنتها وان امها تتقتل قدامها وتتقتل برغبة منها علشان ما تتفضحش ولا يتفضح امرها قصاد الجيران وقصاد كل المنطقة اللي هم مقيمين فيها، بعد ما حصل اللي حصل فيها قالت له انا مش متاكده ان هي ماتت، قال لها يا بنتي ده انا ضاربها اكتر من 15 طعنه يقتلوا اي حد ما يتقتلش. قالت له لا انا هاخدها على الحمام وفي ميه مغليه جوه هدلقها عليها ولو حست هنعرف هي اذا كانت صاحيه ولا ماتت. وبالفعل خدوها على الحمام والبنت جابت الميه السخنه المغليه ودلقتها على وش امها، وهنا ما كانش فيه اي نفس ولا كان فيه رد فعل من السيده داليا اللي اتغدر بيها. ربنا يرحمها ويصبر كل اسرتها ويصبر الزوج اللي حقيقي كان يعني رد فعله غريب جدا، قال انه هيوكل محامي لبنته لانه حزين على زوجته اللي راحت وكمان حزين على بنته اللي بتروح منه قصاد عينه ومش عارف يعمل ايه. وطبعا نورهان والشاب ده بعد ما تأكدوا ان هي خلاص ماتت وبيحاولوا يحطوها في شوال لقوا صوت الاطفال الصغيرين اخواتها طالعين على السلم، فقالت له اجري انت روح على بيتكم وانا هتصرف. طلعت وصرخت على باب الشقة والحقوني ام اتقتلت، الحرامية قتلوها سرقوا الذهب. طبعا الجيران على طول دخلوا شافوا المنظر بلغوا الاجهزة الامنية اللي اول ما حضروا على طول بدأوا يقوموا بدورهم على اكمل وجه، واللي في يعني في الحقيقة احنا بنحييهم على سرعة كشف القضايا والجرائم اللي زي كده. بدأوا يشوفوا ان في تيشيرت مركون جنب الكنبة اللي في الصالة، واتضح ان التيشيرت ده مش خاص باي حد في الشقة. لما الاطفال الصغيرين اللي هم اخوات نورهان شافوا التيشيرت قالوا لرجال الشرطة ان التيشيرت ده بتاع عمو اللي ساكن قصادنا، وهنا كان اللغز كله في التيشيرت ده. قبضوا على الشاب بدأ ينكر، ولكن لما اخدوه في غرفة لوحده والبنت في غرفة لوحدها وبدأوا يضغطوا عليهم الاتنين اعترفوا اعتراف تفصيلي بكل التفاصيل الغريبة والغير ادمية اللي انا قلتها لحضراتكم. وطبعا قبضوا عليهم حولوهم للنيابة حققوا معاهم، وبعد ما حققوا معاهم واخدوا اعترافاتهم اعتراف تفصيلي البنت طبعا كانت واقفة مش همها اي حاجة ولا كأنها قتلت امها، امها اللي كانت عاملة جمعيات بكل الراتب بتاعها علشان بس تسعد بنتها نورهان اللي للأسف ما حقتش الكلام ده ولا صانت الكلام ده ولا صانت ان دي امها اللي ربتها وتعبت فيها وحملت فيها 9 شهور وقعدت سنتين ترضعها وغير ده كله بتجهزها علشان تبقى عروسة وتفرح بيها. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا رد فعل الاب عامل حالة من الجدل على السوشيال ميديا ما بين ناس مؤيدة للحالة اللي هو فيها وان ربنا يكون في عونه مراته راحت وكمان بنته بتروح قدامه، وما بين ناس شايفين انه لا انت ما ينفعش تدافع عن بنتك وسيبها تتعدم علشان تكون عبرة لاي شاب ولاي فتاة يفكروا يعملوا اي حاجة غلط زي كده. عموما يعني الواحد مش عارف يقول ايه، ولكن حقيقي جريمة صعبة وجريمة تقشعر لها الابدان. ربنا يرحم السيدة داليا وربنا ينتقم من اللي كان السبب. شكرا ليكم، سلام.